عيد الميلاد، وقت تقديم الهدايا وقضاء الوقت مع العائلة والجلوس حول الشجرة. وبالحديث عن الأشجار، هل هذه الشجرة تتحرك؟ مرحباً، هل يوجد أحد هناك؟ نرغب بالتأكيد برؤية المزيد من مقالب عيد الميلاد مثل هذا. لا شيء يشعرك بموسم الأعياد مثل تغليف الهدايا لأصدقائك. ما عليك سوى وضع الهدية في صندوق ولفه بورق تغليف ملون. لكن إن كنت ترغب في إطفاء بعض المراحل الهدية، فجرب تغليفها بربطة بلاستيكية، أو الأفضل من ذلك، الكثير من الربطات البلاستيكية. يمكنك حتى جعلها أجمل مع ربطات بلاستيكية ملونة كهذه. ولا تنسى وضع لمسة أخيرة من فيونكة واحدة أو اثنتين. من المؤسف أن متلقيها لن يتمكن من فتحها. حسنا للي، تفضلي هديتك. واو، تغليفها جميل. لأي مدى أحكمت ربط هذا الشيء؟ ربما لو حاولت من الجانب الآخر. كلا، لا يعمل أيضا. انتبهي للي، ستقلعين أحد أسنانك جراء ذلك. حسناً، يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لفتحها. من الجيد أن يحتفظ دائماً بمقص في متناول يدي. ألا تتفق يا جاستن؟ استخدم المقص بضع مرات واستن فتح الهدية في وقت قصير. كم عدد الربطات على الهدية؟ لكن يعلم جاستن أن حل هذه المشكلة ليس بتلك البساطة. نعم، لقد وصلنا أخيراً إلى الورق يا عالم. أخيراً، لنرى ما في الداخل. ربما ساعة جديدة؟ سوارة؟ دق الطبل رجاءً. نعم، شوكولاتتي المفضلة. تفضل واحدة. فلا يزال لدي ثلاثة لنفسي. حسناً، الهدية الأخيرة مغلفة وجاهزة للتقديم. أوف، كل هذا التغليف فتح شهيتي. والآن حان وقت جرعة من الكافيين. صوفيا تتصل. ما الأمر يا رفاق؟ إيمي، هل أنت قادمة إلى حفلة العيد؟ 5 دقائق أخرى وسأغادر المنزل. حسناً، لقد انشغلت للغاية في تغليف الهدايا ونسيت الاستعداد للحفلة. أتساءل إن كانت هذه الزينة ستبدو رائعة في شعري كما تبدو على الشجرة. أو نعم، الأمور على وشك أن تصبح احتفالية. هل تحتاجين إلى تسريحة مريحة للأعياد؟ ابدأي بتغطية قارورة كولا بشعرك للأعلى هكذا. الهدف هو إخفاء القارورة تماماً. الآن اربطي شعرك في الأعلى بربطة. ابدأي بتزيين شجرة شعرك ببعض الأضواء الساطعة كهذه. ولأنها تثبت في مكانها، فيمكنك لفها بسهولة حول شعرك. والآن حان وقت الزينة. ضعيها في مشابك شعر وثبتيها في شعرك هكذا. يمكنك استخدام العدد الذي ترغبين به. حسناً إيمي، إن وضعت المزيد ستسقط شجرتك. وأخيراً، ضعي فيونكة صغيرة على شجرة شعرك. تأكدي من أنها ثابتة في مكانها. تبدو رائعة، لكن لا يزال بإمكانك إضافة المزيد من الزينة. ستقوم أقراط زينة مطابقة بالمهمة. وانتهيت. تسريحة الشعر المثالية للأعياد. جزء ممتع آخر حول الأعياد هو كل العمل الذي يحدث في المطبخ. أوه نعم، تبدو جيدة. لحظة، هل نسيت شراء المزيد من الدقيق؟ حسناً، لابد أن لدي دقيقاً في مكان ما هنا. أوه لا، يبدو أن كيفن تسلل إلى المطبخ. أوه، هل يمكنني أخذ واحدة؟ مرحبا كيفن، بسرعة فكر بشيء ذكي لقومك. لماذا يتصرف بغرابة؟ أوه لا، لقد أخذ بعض قطع الكوكيز. أوف، هذا الفتى لا يشبع أبدا، ولهذا السبب سألقنه درسا لن ينساه أبدا. والطريقة الأفضل للقيام بذلك هي استخدام بعض الوساب الحار. ما عليك سوى سكبه في كيس تزيين وزخرفة الكوكيز كالمعتاد. حسناً، انتهى عملي هنا. الآن كل ما علينا فعله هو انتظار عودتي وحش الكوكيز. أوه، الكوكيز جاهزة ويبدو أنها لا تزال ساخنة. لن تلاحظ تناولي لبضع قطع منها. هذا الذي... لحظة، لماذا يحترق فمي؟ يؤسفني إخبارك بذلك يا كيفن، لكنك أكلت للتو لقمة مليئة بالوسابي. يا إلهي، من كان يعلم أن ديسمبر قد يصبح حاراً جداً؟ لا شيء أفضل من تناول البسكويت الشهي. يم، يجب أن تكون هنا. لا شيء سوى الغلاف. أقسم أنه كان لدي المزيد منها هنا. غريب جداً. مرحباً ديفيد، استدر. كنت أعرف، لقد أكلت بسكويتي من جديد. احتفظت بهذه لك. هذا ما يفعله الجوع.
انظر إلى كل هذه الطماطم، إنها صغيرة كحبات البسكويت تلك. أعرف كيف أنتقم لنفسي. أولاً سأذيب القليل من الشوكولاتة، هكذا. سيحتاج الأمر منك بضع دقائق أو أكثر. وعندما تذوب تماماً، اغمس هذه الطماطم الكرزية بالشوكولاتة، ومن ثم اغمسها بالفستق المطحون. والآن أصبحت كحلوى التفاح، ولكنها ليست بالمذاق ذاته بالطبع. قام برايان بإعداد الحلوى من جديد. هل يمكنني تناول واحدة فقط؟ أعتقد أن بإمكاني إعطائك واحدة فقط. هذه الأكبر من بينها. وفوق هذا أنت لا تحب الطماطم. أعتقد أني سأمرض. هي المشاركة عن الاهتمام، صحيح؟ حان وقت التحقق من الهدايا. لدى زوي هذا الصندوق، وكل ما لدي هذه المصاصة الغبية. هذا ظلم. ما الذي يحدث؟ براين، لقد حصلت على هذه الهدية الكبيرة، وأنا حصلت على حلوى صغيرة. إنها سخيفة، أستحق هذه الهدية. أعرف ما يجب فعله. أعطني 10 دقائق فقط. هل لديك لعبة مسبح إسفنجية كهذه؟ استخدم الشريط الأحمر لجعلها مخططة. لفه بدقة حول اللعبة حتى الطرف، هكذا. الآن اعصر بعض الغراء الساخن في خط، ثم ابدأ في لف اللعبة. استمر في لفها بهذا الشكل، وفي النهاية ستحصل على دائرة كهذه. نحتاج الآن إلى عصا، ضعها في منتصف الحلوى ثم ألصقها على اللعبة. هذه مصاصة كبيرة. يا براين، لا تزال تريد هدية كبيرة؟ هل هذه كبيرة بما يكفي لك؟ أظن أني سأقبل هديتك. هديتي أكبر من هديتك. سانتا يحبني. مرحبا يا أستاذ أبلبي، أحضرت هدية لك بمناسبة الكريسماس. أوه، وهذا لطف منك، شكرا. أمل أن تعجبك. الحصة على وشك البدء، اذهب لكرسيك. يا لك من تملق. أنت غاضبة لأن الأساتذة لا يحبونك. الأساتذة لا يحبونك؟ من يريد حل هذا السؤال؟ أنا، اختاريني، أعرف الحل. جيك، تعال للسبورة من فضلك. ماذا؟ جيك؟ لكني أمامك. أخبرتك أن الأساتذة لا يحبونك. يظن أنه رائع لأنه رشا المعلمة. هلانا، هناك ورق تغليف في حقيبته. إنه ورق التغليف الذي استخدمه هدية للأستاذة. خطرت لي فكرة، سيندم على كلامه اللئيم لي. نسخة طبق الأصل من هدية الأستاذة. حان وقت استخدام مهارات النينجا. يجب أن أتحرك بخفة. هدية بنجاح. نجحنا في المهمة نجاحاً كبيراً. أحسنت يا جيك، يمكنك العودة لمقعدك الآن. يا أستاذة، لما لا تفتحين هديتي بما أني هنا؟ طيب، سأفتحها الآن. أنا متحمسة لرؤية ما يوجد داخلها. هديتي. يجب أن أعيد الغطاء. أخيراً. جيك، هل هذا مقلب؟ كلا، لم أغلف هذا الشيء. جيك، انظر ماذا لدي. يا أستاذة، سرقت ماديسون هديتك الحقيقية. أنت أعطيتني هذه الهدية، لقد كانت على مكتبي طوال الوقت. أوف، ماديسون الحرباية. جيك المسكين.